بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بداية الأسبوع، وأكيد الفترة القادمة عندنا كلام مهم جدا على مشوار الأهلي في الدوري العام. يمكن 9 انتصارات متتالية للنادي الأهلي في الدوري العام، آخرهم بالأمس الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 من مساء أمس الجمعة. يقترب الأهلي بشكل كبير جدا من المنافسة على صدارة الدوري، ومنافسة قوية جدا مع بيراميدز خلال الفترة القادمة. أكيد حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل وكواليس كتيرة. يمكن مباريات الأمس كان فيها أحداث تحكيمية غريبة جدا، تحديدا في مباراة بيراميدز وسموحة. المباراة أيضا كمان لم تستكمل وتم تأجيل استئناف اللقاء بسبب الظروف القهرية اللي شهدها بالأمس استاد الأسكندرية. أكيد هنتكلم على القرار المنتظر من رابطة الأندية خلال الفترة اللي جاية. هنتكلم كمان على فوز الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف وثلاث نقاط هامة جدا في مشوار الفريق، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش. هل النهاردة في تدريب ولا الفريق راحة سلبية؟ ملفات عديدة وهامة جدا أكيد هنتناولها النهاردة في برنامج الترند. كمان هنتكلم على آخر الاجتماعات المتتالية اللي تمت في اتحاد الكرة في الساعات الأخيرة بخصوص موقف المسابقات ولجنة الحكام والجديد اللي ممكن يتخذ من قرارات، خاصة بعد تصريح دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن مصير لجنة الحكام خلال الفترة القادمة. فرصة كمان واحنا النهاردة مع انطلاق مباريات دور ال 16 في بطولة اليورو اللي بتقام في ألمانيا خلال هذه الفترة، هيكون لنا إطلالة مهمة جدا على نتائج بطولة اليورو ونتائج المجموعات والفرق التي خرجت من الدور الأول والمواجهات المنتظرة التي ستبدأ اليوم في تمام الساعة 7 مساء، وفيها مواجهات قوية جدا على كافة الأصعدة حتى في المباريات القادمة والأدوار القادمة سواء دور الثمانية أو حتى في السيمي فاينل. حلقة فيها كواليس كتيرة، تفاصيل مهمة، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة عايز حضراتكم توجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد إعلان رابطة الأندية عن مواعيد بقية مباريات الدوري وختام المسابقة في 18 أغسطس المقبل. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال أو توجهوا الرسالة اللي احنا طالبينها من حضراتكم لكل أفراد الفريق كجهاز ولاعبين، وفي الجزء الأخير من خلال إجاباتكم على صفحات القناة عبر السوشيال ميديا هستعرض كل ده في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن دلوقتي نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، كولر يمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم. وفي الترند المحلي، اتحاد الكرة يعلن رحيل بيريرا نهاية الموسم. وأخيرا المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا مغلقا 5 يوليو استعدادا للأولمبياد. نروح بقى بالتأكيد لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة، جولة جديدة من مباريات الأسبوع الـ 28 للدوري المصري، بالإضافة إلى مباريات اليورو ودور الـ 16 اللي هينطلق النهاردة بمباريات قوية جدا. نبدأ نقول من النهاردة انطلقت بجد بطولة اليورو رغم الإثارة والقوة اللي كانت موجودة في دور المجموعات. ولكن أبدأ بمباريات الدوري المصري. يمكن الساعة 4 الشوط الأول انتهى في هذا اللقاء بالتعادل السلبي بين بلدية المحلة وإنبي. هذه المباراة اللي بتقام على استاد محافظة السويس، طبعا عارفين ملعب البلدية أو ملعب المحلة حاليا في الصيانة، فبالتالي البلدية نقل كل مبارياته إلى محافظة السويس. الساعة 5:30 ورابطة الأندية أو المسابقات خدت قرار بتقديم ميعاد مباراة الاتحاد السكندري مع الداخلية عشان تقام المباراة الساعة 5:30 بدلا من الساعة 7، نتيجة طبعا المشاكل الموجودة في الإضاءة اللي كانت موجودة في مباراة الأمس بين بيراميدز مع الاتحاد مع فريق سموح. طيب الساعة 7 الزمالك هيلعب مع سيراميكا كليوباترا، وخلاص الزمالك النهاردة هيشارك ويستمر في مسابقة الدوري العام بمواجهة قوية جدا مع سيراميكا الساعة 7 من مساء اليوم. نروح لبطولة اليورو، والنهاردة في مباراتين. الساعة 7 سويسرا مع إيطاليا، ودي مباراة هامة جدا. إيطاليا اللي كانت على أهبة أو يعني خلاص هتخرج من البطولة تأهلت بعد التعادل في اللحظات الأخيرة في الدور المجموعات. النهاردة الساعة 7 سويسرا وإيطاليا، والساعة 10 ألمانيا مع الدنمارك. ماتش صعب جدا للفريق المستضيف لهذه البطولة، ألمانيا مع الدنمارك الساعة 10 من مساء اليوم.
طب ده استعراض مباراة اليوم، نتمنى يا رب مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين. كل الكواليس وكل التفاصيل وكل الأخبار ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد هنتكلم على مباراه الاهلي وفاركو. ماتش كان مهم جدا بالامس في الدوري العام، اتلعب على استاد القاهره. الاهلي قدر يكسب اللقاء بهدفين مقابل هدف. الاهداف لحسين للشحات، يمكن شايفين طبعا حسين امبارح كان مان اوف ذا ماتش، عمل مجهود بدني رائع جدا. 1-2 مع وسام ابو علي وبطن رجله في الزاويه البعيده، يتقدم الاهلي بالهدف الاول لحسين الشحات في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول. طبعا حسين راح بقى للجمهور وبيحتفل مع جماهير الاهلي، وتقديرا لجماهير الاهلي كان احتفال خاص جدا من حسين الشحات مع الجمهور. على فكره امبارح انا كنت بتفرج على المباراه في استاد القاهره، ويمكن الحكم اللقاء نادر قمر الدوله يمكن كان بيحاول كده ايه، بيفكر في انذار، يديه انذار ولا ما يديش انذار، ولكن يعني الموضوع ما كانش يستاهل، لان اكيد يعني ما فيش حاجه غلط حصلت من حسين الشحات. الجون الثاني في الدقيقه 57 كره عرضيه من طاهر محمد طاهر، حسين استلم الكوره وبيسدد على المرمى، خبطت في مدافع فاركو ولكن دخلت مرمى الفريق عشان يكون تقدم للاهلي 2-0. حسين امبارح زي ما قلت لحضراتكم بيهاجم وبيدافع وبيلعب في كافه المراكز، حتى لما التغييرات اتعملت من خلال مارسيل كولر، نزول عبد القادر مكان طاهر، نزول موديست مكان وسام، ونزول السوليه مكان امام عاشور، شايفين حتى تحرك حسين في الجبهه الناحيه الثانيه الشمال والتمريره العرضيه من طاهر، حسين سدد على طول. وبجد بامانه ميزه هذا الهدف ان اللي كان فيه يعني ضغط قوي جدا من اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر على فريق فاركو، قدر يستخلص الكوره ويصنع طاهر الهدف الثاني. يمكن دي ابرز لعبه طاهر فيها تميز في الجبهه اليمنى، وعمل نقدر نقول يعني اسيست رائع جدا لحسين الشحات عشان يتقدم للاهلي بهدفين. على فكره الهدف ده كان مهم جدا عشان الناس تستريح، لان امبارح كان اكيد في قلق نتيجة أن فريق فاركو بيحاول يخطف هدف. ضغط الماتشات غير طبيعي الفترة الحالية، محدش يا جماعة يبص على الأداء الفني في الفترة الحالية، بجد صدقوني. يمكن امبارح أنا بتفرج على المباراة في الاستاد، ومشاهدة الماتشات في الاستاد غير المشاهدة عبر التلفزيون بكل أمانة. وأنت بتتفرج في الملعب شايف تفاصيل لو بتتفرج في التلفزيون مش هتشوفها. يعني أولا لفت انتباهي امبارح حاجة مهمة جدا، مارسيل كولر بيحب اللاعب اللي بيدافع وبيهاجم. يعني امبارح انا شفت كم مشهد كده في الملعب، كولر بيحب جدا اللاعب اللي بيدافع وبيهاجم، وبيحب جدا اللاعب اللي عنده التزامات تكتيكيه في الملعب على اعلى مستوى وبينفذ كل كلمه بتتقال له. والحاجه الثالثه بيميل اكتر للعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز. يعني امبارح لفت انتباهي، وده اللي خلى امبارح حتى المان اوف ذا ماتش تكون لحسين الشحات، وده اللي خلى كولر الفترة الأخيرة بقى بيعتمد كتير على أكرم توفيق وكريم فؤاد، بيحلله مشكلة الجبهة اليسرى، بيحلله مشكلة الهاف رايت أو الهاف ليفت الناحية الهجومية. أكرم توفيق بيحل الكولر أكتر من مركز، الباك رايت، الديفندر، ممكن كمان لعيب مساك لو بيرجع لورا. يعني أنا امبارح شفت كولر بيميل أكتر للعيب اللي بيقدر يلعب ويقدر يتميز في أكتر من مركز. عشان كده امبارح حسين الشحات لعب، لو بتتكلم على المباراة لعب يعتبر 90 دقيقة، هو خرج في الدقيقة 93 ونزل مكانه محمد هاني، ولكن كان تغيير بقى خلاص، عايز يريح حسين، الماتش خلاص بقى رايح في سكة إن الأهلي هيكسب. فميزة كولر مع الفريق في الفترة الحالية بيشوف مين اللعيب اللي ممكن يفيده داخل الملعب في أكتر من مركز، بيدافع ويهاجم، عنده شراسة سواء دفاعية أو هجومية. لذلك الفترة اللي جاية اللعيب اللي مش هيقدر يأدي بالشكل ده في المباريات المتبقية من عمر الدوري العام مش هتشوفوه كتير في الماتشات سواء أساسي أو احتياطي. وده اللي لاحظته امبارح في المباراة وأنا بتفرج على ماتش الأهلي وفاركو في استاد القاهرة. طبعا هدف فاركو كان جه بعد هدفين الأهلي، كان جيرفنسون في الدقيقة 59، ولكن خلاص بقى حتى الناحية البدنية للفرقتين في الجزء الأخير ما كانش على أعلى مستوى نتيجة ضغط الماتشات للفرقتين في الفترة الأخيرة. زي ما قلت لحضراتكم ما تركزوش كتير على التفاصيل الفنية، الأهلي بيلعب كل 72 ساعة مباراة. احنا بنتكلم على 14 مباراة متبقية للأهلي، الأهلي لغاية دلوقتي لعب في الدوري 20 مباراة. من 20 مباراة جاب 48 نقطة. خلاص بقى الأهلي داخل وبيقرب من بيراميدز، بيراميدز لغاية دلوقتي لعب 25 مباراة، ماتش امبارح لسه مش محسوب لأن لسه ما اتخذش فيه قرار من إدارة المسابقات في رابطة الأندية. فبيراميدز في الصدارة ب 25 مباراة جاب 62 نقطة.
الخمس مباريات المتبقيين ما بين الاهلي وبيراميدز 15 نقطه على 48 يخليك 63، فتتفوق على بيراميدز قبل ما تلعب معاهم 12/7 و22/7. وبالتالي اهم حاجه ثلاث نقاط، بتستمر في المنافسه بشكل كويس جدا، بتقرب من المنافس وبتصدر ضغط عليه رغم ان هو اكيد كان بيلعب كل مبارياته عشان يصدر لك ضغط لما تيجي تلعب مباريات مؤجله كل 3 ايام، وده اكيد الكتالوج اللي اتنقل من المنافس وبتصدر ضغط عليه رغم ان هو اكيد كان بيلعب كل مبارياته عشان يصدر لك ضغط لما تيجي تلعب مباريات مؤجله كل 3 ايام، وده اكيد الكتالوج اللي اتنفذ من سنتين ثلاثه واللي ساهم بنسبه كبيره ان الزمالك وقتها قدر يفرق بالنقاط وعدد مباريات، وكان الضغط كبير جدا على الاهلي. دلوقتي نتيجه انتوا زي ما انتوا شايفين بلعب المباراه الحاجه و50 في الموسم، مخلص مشوار افريقي ودولي وقاري على اعلى مستوى، بلعب بقى مباريات محليه كل 72 ساعه، والجو العام الاجواء اللي احنا شايفينها الحاره جدا في مصر ما بتساعدش ابدا على اداء مباريات كوره بشكل فني على اعلى مستوى. احنا امبارح قاعدين في استاد القاهره والماتش بيتلعب الساعه 7، يعني خلاص احنا بنتكلم في اخر النهار، الرطوبه عاليه جدا، درجه الحراره عاليه جدا، ما بالكم بقى باللعيبه في ارضيه الملعب. فالتمس العذر ولو في الفتره المؤقته عشان نستمر بس بشكل جيد في المنافسه على الدوري، لان بصراحه يعني في امور عكسيه كتيره وفي امور ممكن تكون مش في صالح الفريق، ولكن هنمشيها خطوه خطوه. الحمد لله 9 مباريات متتاليه فيها انتصارات، ده شيء ايجابي للفريق في الفتره الحاليه، لان كل مكسب بيجيب مكسب، كل فوز بيخليك تدخل مباراة تانية بمعنويات عالية. خلصت مشوار الاتحاد فاركو، داخل على مباراة طلائع الجيش يوم الاثنين على استاد الكلية الحربية، فنتمنى يا رب بإذن الله تكون الانتصارات يعني من نصيب الأهلي خلال الفترة اللي جاية. امبارح طبعا هاني نزل مكان حسين، أليو ديانج مكان مروان عطية. امبارح بصراحة مروان عطية وأكرم توفيق اتنين ديفندر على أعلى مستوى بأمانة، يعني مركز 6 لما بتتفرج كده على مروان وأكرم توفيق الحمد لله حق تصد قوي جدا قبل خط الدفاع، لأن كمان خط الدفاع يعني ربنا يكون في عونهم في غيابات، مركز الظهير الايمن، مركز الظهير الايسر، عمر كمال مش موجود، هاني مش موجود، لعب امبارح كولر بخالد عبد الفتاح، نتمنى له يا رب الاستمراريه الفتره اللي جايه. اصابه علي معلول الدفع بكريم فؤاد في الجبهه اليسرى، الروتيشن اللي في مركز حراسه المرمى مصطفى شوبير لعب الماتش اللي فات، النهارده لعب الشناوي. طبعا الناحيه الهجوميه وسام ابو علي الحمد لله عاد بعد اصابه نتيجه يعني مشاركته مع منتخب فلسطين فابعدته عن مباريات الاهلي الفتره الاخيره. راحت الاهلي يوم الثلاث وعدم اقامه مباراه الزمالك حتى لو افادت الفريق بنسبه، ولكن مش بنسبه كبيره، لان كمان المباراه امبارح بنتفرج على الفريق حاله اجهاد، ومش الاجهاد البدني، اجهاد ذهني. هي الفكره مش ضغط ماتشات في الناحيه البدنيه والتكوين الجسماني والعضلات محتاجه استشفاء، العقليه والدماغ برضو محتاجه راحه وصفاء ذهني. فكره انك تبعد عن الكوره فتره ده مهم جدا للعيبه الكوره، ولكن كل شويه ماتشات، كل شويه تفكير في التدريبات، برضو انت بتتمرن حتى لو المباراه اتلغت او الزمالك انسحب، بس انت بتتمرن، فالتدريبات دي برضو بتبقى لود على الفريق. انا مش عايز اجد مبررات كتيره، بس انا برضو عايز احط جمهورنا يعني امام كل التفاصيل اللي انا بتكلم عليها، لان بصراحه الوضع صعب جدا، ترتيب مباريات صعب جدا. وكولر على فكره اتكلم في الجزئيه دي امبارح، يعني كولر بيتكلم لانه اشتغل في اوروبا واشتغل سنين كتيره جدا وراجل عنده خبرات كبيره، قال انا بشوف في مصر حاجات ما شفتهاش في الكوره في العالم، فهي الظروف الاستثنائيه دي نتمنى تكون الموسم ده هو اخر موسم، لان الظروف دي بصراحه بامانه يعني اكبر نادي متضرر منها هو النادي الاهلي مع كامل احترامي للجميع، اكتر نادي بيتضرر من الظروف الاستثنائيه وان الدوري مستمر لغايه 8 شهر اغسطس هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب افريقيا لغايه اخر مباراه، 5 نهائيات في اخر 5 سنين، بيكسب البطوله، بيلعب بالتالي سوبر افريقي، بيروح يلعب كاس عالم انديه، فبيسافر مره قطر، مره الامارات، مره المغرب، مره السعوديه، فدي رحلات. السنه دي كمان حطوا على الاهلي بطوله سوبر للانديه الابطال اللي اتلعبت في الامارات، فكانت رحله سفر ثانيه، بدل ما تخلص كاس العالم في السعوديه وتيجي القاهره وتاخد اجازه، طلعت من السعوديه على الامارات بتلعب بطوله لازم تكسبها. ماتش النهائي كان امام فيوتشر وهدف انطوني مودست. فمش بجد مبررات، بس لازم احط جمهور الاهلي في الصوره. فالفترة الحالية قطار الأهلي الحمد لله يسير بخطى ثابتة، ولكن مهم جدا الهدوء والتركيز وإيجاد أعذار للفريق من أجل الاستمرارية في المنافسة على الصدارة. وشايفين بقى على الجانب الآخر، وده الجانب اللي هتكلم فيه بشكل تاني، لغاية دلوقتي أنا بأكد لحضراتكم في مباراتين لبيراميدز يجب أن يتم إصدار قرار خلال الساعات القادمة بإعادتهما، مباراة بيراميدز والمقاولين العرب، دي المباراة الأولى اللي احنا كنا انفردنا بتفاصيلها في الفترة الأخيرة، هذه المباراة الغير قانونية نتيجة تعيين حكم غير مؤهل
بسبب عدم خضوعه لاختبار اللياقة البدنية الوارنر تيست. مع كامل احترامي لردود لجنة الحكام واللي أكيد هتكلم عليها تاني دلوقتي. فدي المباراة الأولى. المباراة التانية امبارح اللي شفناها كلنا وأكيد لازم نتكلم على تفاصيلها، لأن أكيد مباراة في سياق منافسات الدوري العام مع فريق بينافس الأهلي في الدوري. شفنا امبارح مباراة في استاد الأسكندرية الساعة 7 مساء في نفس توقيت مباراة الأهلي وفاركو ما بين سموحة وبيراميدز. طبعا اللي حصل امبارح في الملعب كان حريق في إحدى الأماكن اللي بجوار المقصورة الرئيسية، ليس انقطاع للتيار الكهربائي. المسميات القانونية مهمة جدا في مثل هذه التفاصيل. ليه؟ لأن المسميات دي لما بتتكتب في تقرير حكم المباراة وتقرير المراقب طبقا لهذه التفاصيل رابطة الأندية وإدارة المسابقات بتتخذ قرار طبقا لهذا الكلام المكتوب في تقرير حكم المباراة. أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا في هذه الجزئية. حكم المباراة بعد اللقاء ما كتبش تقريره في الملعب، عشان بس امبارح أنا شفت كلام كتير جدا بيتكتب في المواقع وفي السوشيال ميديا إن حكم المباراة محمد سلامة ميدو من منطقة بورسعيد اللي أدار مباراة سموحة وبيراميدز اتقال إن الحكم كتب إن ما قدرتش أستكمل المباراة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الكلام ده ما حصلش. أنا بأكد لحضراتكم بمعلوماتنا بقى الصحفية إن الكلام ده ما حصلش. الحكم ما كتبش تقريره إلا بعد ما وصل للبيت، لأنه كتب التقرير والنهاردة اتبعت على السيستم صباح اليوم. طيب الفكرة في حد ذاتها بتمشي إزاي؟ الظرف القهر اللي حصل في استاد الأسكندرية بيخلي الحكم يكتب حاجة أساسية في العنوان الرئيسي للتقرير بتاعه، تأجيل استئناف المباراة نظرا للظروف القهرية. ده عنوان أساسي، وبعد كده بيشرح إيه اللي حصل. حريق أدى إلى تعطل أعمدة الإنارة، الحريق يؤثر على سلامة الجماهير واللاعبين وكافة الأفراد المنظومة اللي موجودين في استاد الأسكندرية، وبالتالي مما يحول دون استكمال المباراة. ده الكلام الأساسي اللي بيتكتب فيه التقرير، واللي على أساسه النهاردة أو بكرة أو خلال الساعات الجاية إدارة المسابقات هتاخد قرار بناء على هذا التقرير. ده تقرير حكم في المقام الأول هو أهم حاجة. يجي بعديه تقرير مراقب المباراة. تقرير مراقب المباراة. على فكرة استاد اسكندرية يكتب تقرير فني ويبعته لاتحاد الكورة هي في الأساس التقارير اللي بتعتمد عليها الحكم والمراقب. مهما ذكرت إدارة استاد الأسكندرية إيه اللي حصل، المراقب هو اللي حضر وهو اللي شاف، وكلنا شفنا عربية مطافي دخلت استاد الأسكندرية. هل عربية المطافي هتخش عشان تشغل أعمدة الإنارة؟ ما هو دي مشكلة، ممكن تبقى مشكلة كهربائية، فبالتالي بيدخل فني كهرباء بيشغل الأعمدة أو بيشوف المشكلة الكهربائية. لكن إحنا كلنا شفنا عربية مطافي، وعربية إسعاف، عشان لا قدر الله لو حد تعرض للحريق ده كان ممكن لا قدر يكون فيه إصابات. الحمد لله الأمور عدت على خير، ما حدش الحمد لله يعني جرى له أي حاجة. ولكن عربية المطافي اللي موجودة في التراك دي معناها إيه؟ إن في حريق. حريق يعني إيه؟ يعني ظرف قهري. ارجعوا للائحة. اللائحة بتقول الظروف القهرية اللي هي زي إيه؟ أحداث غير طبيعية، حرائق، عواصف، حاجات زي كده. دي الحاجات الظروف القهرية. ولكن انقطاع التيار الكهربائي ده مش ظرف قهري، بس اللي شفناه امبارح ما كانش انقطاع التيار الكهربائي بدليل وجود عربية المطافي. خدوا بالكم صورة عربية المطافي في الملعب دي، ده جزء مهم جدا من القرار اللي هيتاخد فيه في هذا اللقاء. فبالتالي ماتش سموحة وبيراميدز دي المباراة التانية اللي هتتعاد لبيراميدز. أنا بأكد على مباراتين على فكرة. بيراميدز عنده مباراتين لازم يتاخد فيهم قرار خلال الساعات الجاية. ماتش المقاولين وبيراميدز وماتش سموحة وبيراميدز. دول لازم يتاخد فيهم قرار بالإعادة. الأول عشان الحكم لم يجتاز اختبار اللياقة البدنية وبالتالي تعيينه غير قانوني. زي الحكم اللي اتحط على غرفة الفار وهو لم يجتاز عدد ساعات التدريب عشان يعتمد من الأيفاب. لو دخل حضر في الغرفة واشتغل يبقى تعيينه غير قانوني، وبالتالي الماتش بيتلغي، وبالتالي لازم يتم اعادته. دي زي دي. فادي ماتش لازم يتعاد. الماتش الثاني ماتش بيراميدز وسموحه اللي كان بيتلعب على استاد الاسكندريه. اللائحه واضحه وبنودها واضحه، ماده 41 والماده 43 وكل الكلام اللي انتوا اكيد سمعتوه وقريتوه من امبارح. على فكره طالما لائحه الرابطه فيها الكلام ده لازم تتنفذ، لكن لو ما كانش في لائحه كنت هتروح للائحه الاتحاد الدولي. لائحة الاتحاد الدولي ما فيهاش الكلام ده خالص. لائحة الاتحاد الدولي لما تتكلم على ظرف قهري انت بتتكلم هنا بقى على حاجة تانية خالص. بتتكلم على ايه؟ الظروف القهرية معناها ان المباراة تستأنف في الدقيقة اللي توقف عندها اللعب. سواء بقى تبدأ بقى بركلة حرة، برمية تماس، بركلة مرمى، ركلة ركنية، على حسب. ولما تستأنف المباراة تبدأ المباراة باللاعبين اللي موجودين على ارض الملعب والبدلاء المتاحين اللي كانوا موجودين على الدكة. فدي لائحة الفيفا. وبيتكلم كمان ان ما ينفعش تدخل حد على التشكيل او على قائمه البدلاء اللي موجودين على الدكه.
دي لائحة الفيفا، لما تستأنف من الدقيقة اللي انت كحكم انهيت عندها المباراة ولم تستكملها. ولكن في واقعة بيراميدز وسموحة هنا لائحة الرابطة بتقول الماتش يتعاد. يتعاد يعني ايه؟ يعني يبدأ من اول وجديد، ماتش يبدأ من اول وجديد، وممكن يجي طاقم تحكيم غير الطاقم اللي كان موجود في المباراة على فكرة. ولو المباراة دي اتأجل ميعادها مثلا يعني ل 16/7، لنص 7 اخر 7، الهاني سليمان يحق للعب. الهاني سليمان يحق للعب، اهي قدامكم على الشاشه، في حال تعطل اي مباراه قبل انتهاء نظرا لظروف قهريه تعاد المباراه في موعد تحدده اداره المسابقات. لما الاداره تحدد الميعاد في ميعاد فيما بعد ممكن هاني سليمان يلعب، ولكن الماتش اللي جاي لو سموحه يلاعب فريق غير بيراميدز، اي ماتش جاي لسموحه الهاني سليمان ما يبداش، لان القرارات اللي اتخذت في هذا اللقاء بتبقى سريعه. ولكن ماتشه مع بيراميدز لو اتلعب فيما بعد الهاني سليمان يلعب عادي، مفيش اي مشكله. عموما انا انتظر ونشوف قرار الرابطه. حاجه بس عايز اتكلم عليها بخصوص هذه المباراه، محمد سلامه ميدو، يعني ماتش امبارح انا شايف اخطاء تحكيميه في صالح بيراميدز غير طبيعيه، مش قادر استوعبها ليه، وليه دايما هذا الكم الكبير من الحكام الدرجه الاولى مش الدوليين اللي بيديروا مباريات لبيراميدز. لان لما طلعنا اتكلمنا على هذه الجزئيه لقينا وقتها اللجنه راحت جابت امين عمر في ماتش بيراميدز والبلديه. لما طلعنا اتكلمنا قلنا بيراميدز بيلعب مباريات كتيره، مفيش حكام دوليين ليه؟ ليه حكام درجه اولى؟ ليه حكام صغيرين؟ فراحت اللجنه تداركت الموقف وجابت حكم دولي. كان ماتش بيراميدز والبلديه، ماتش كان تحصيل حاصل يعني بالنسبه لبيراميدز، ماتش سهل، لان البلديه كمان ترتيبه في الجدول يعني 22 نقطه بينافس على البقاء، فاكيد ما بين المركز الاول والمركز ال 15 او 16. طيب بعد كده رجعنا تاني لحكام الدرجة الأولى اللي هم مش الدوليين، جاب الحنفي في ماتش بيراميدز والمولين، وجاب محمد سلامة ميدو لماتش بيراميدز مع سموحة. محمد سلامة ميدو هو صاحب نفس الوقعة بتاعة مباراة الأهلي والبنك الأهلي، أيمن أشرف لما جاب هدف في استاد المكس ولغى الهدف، كان ساعتها على الفار. محمد سلامة ميدو هو اللي كان موجود في مباراة الأهلي اللي كان بيديرها أمين عمر، وساعتها تدخل وقال لأمين عمر الهدف بتاع الأهلي غير سليم، لأن المفروض استئناف اللعب الكرة تبقى ثابتة على الأرض، وبروتوكول الفار ما فيهوش أصلاً حاجة اسمها استئناف لعب، بيتم مراجعته عبر تقنية الفيديو، فتاني خطأ قانوني مخالف لقانون اللعبة أو مخالف لبروتوكول الفار. فده محمد سلامة ميدو مع الأهلي برضه. محمد سلامة ميدو بالأمس في ماتش بيراميدز هدف بيراميدز فاول واضح بنسبة 100%، دفع للاعب في منطقة الجزاء ودفع اللاعب سموحة أيضاً خارج منطقة الجزاء. فالكرة أصلاً فاول، في خطأ واضح، رجعوا التسلل وما رجعوش الفاول. ليه؟ لان على الفار كابتن محمود دسوقي، وما ادراك ما اخطا محمود دسوقي مع كل مباريات الاهلي بالمقارنه بمباريات الفرق المنافسه مع النادي الاهلي. ماتش امبارح الاعلان الالهيه بعد الاخطاء الكبيره والفجه اللي شفناها في استاد الاسكندريه، حصل موقف المباراه اكيد هتتعاد. ولكن اتمنى الفتره اللي جايه، اتمنى الفتره اللي جايه، بيراميدز لعب 25 مباراه، بقيله في الدوري بالظبط 9 مباريات، التسع مباريات اللي جايه مع مباريات النادي الاهلي تكون حكام دوليين على اعلى مستوى. الحكام اللي راحوا كاس امم، الحكام اللي بتحكم تصفيات كاس عالم، احنا داخلين في مرحله ما فيهاش هزار، فلازم الفتره اللي جايه حكام دوليين على اعلى مستوى للاهلي والبيراميدز. ما نشوفش بقى العك اللي كان موجود في الفتره الاخيره. ده كان كلام مهم جدا على ماتش الاهلي وفاركو، ماتش بيراميدز وسموحه، والتفاصيل اللي جايه المتعلقه بالمنافسه في الدوري العام. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل وكواليس وفقرات مهمة جدا في برنامج الترند. خلال الساعات الأخيرة كانت في تصريحات مهمة جدا خرجت من دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. ويمكن اتحاد الكرة في الساعات الأخيرة وتحديدا يوم الخميس والجمعة كان عنده اجتماعات متتالية عشان يشوفوا مشاكل التحكيم اللي موجودة في الدوري المصري. وحسب المعلومات اللي خرجت من مقر اتحاد الكرة في 5 شارع الجبلية، قالوا ان هم كلفوا بريرة رئيس لجنة الحكام بالرد على كافة شكاوي الأندية بخصوص الأخطاء التحكيمية. أتمنى يا رب يكون في ردود حتى على الأخطاء التحكيمية اللي الأهلي اتكلم عليها قبل كده، وحتى اللي بنشوفها في مباريات الفرق المنافسة معانا في الدوري العام. ولكن دكتور إيهاب الكومي قال جملة مهمة جدا مش هنساها، لأن أكيد هنشوف تبعاتها في الفترة اللي جاية. قال إن بنسبة كبيرة بيريرا سيرحل في نهاية الموسم، عقب نهاية الموسم مع ختام تعاقده مع اتحاد الكرة، سواء رحل أو لم يرحل لحين اتخاذ القرار النهائي والمعلن من قبل اتحاد الكرة. أتمنى إن التجربة دي
الناس هتحكم عليها بناء على فكره ان الخبير البرتغالي اللي جه ما كانش كويس او كلاتنبرج ما كانش كويس فيجي حد مصري. المشكله مش في الجنسيه، المشكله مصري ولا اوروبي، لا المشكله في حاجه تانية خالص، انت اخترت مين؟ بدليل ان في اتحادات تانية بتجيب جنسيات اخرى لاداره ملف التحكيم، يعني ده مش عيب. عندنا الكابتن تامر دري رئيس لجنه الحكام في لبنان، عندنا الكابتن عصام عبد الفتاح محاضر وخبير تحكيمي في الاتحاد الاماراتي، فعندنا كوادر اشتغلت بره وشغاله بره، فده مش امر عيب. فبالتالي لو مشي بريرا اكيد لازم تكرر التجربه، بس ساعتها هنسالك هتجيب اي حد ولا هتختار بعنايه عشان ما تفسدش التجربه. ده كلام مهم جدا كان لازم اقوله دلوقتي لاتحاد الكره في هذا الشان. طيب تعالوا بقى ننتقل للكره اللي بجد، لان الكره بجد دلوقتي موجوده في المانيا. ليه؟ بطولة اليورو انت بتتكلم على اعظم بطولة موجودة في العالم بعد كاس العالم، اكيد انت بتتكلم على منتخبات هي الابرز والاعظم اللي بتشارك في كاس العالم، فبالتالي المنتخبات دي كلها حاليا موجودة في المانيا بتلعب بطولة اليورو. دور المجموعات انتهى ودور ال 16 هيبدا من النهاردة، ومرحلة النوك اوت هتشوف قمة الاثارة والمتعة مع مباريات صعبة جدا. لما تتفرج مثلا النهاردة على ايطاليا سويسرا المانيا الدنمارك، تشوف مثلا بعد بكره فرنسا وبلجيكا، تتفرج على البرتغال هولندا ورومانيا، لا ماتشات صعبه جدا هنشوفها في اليورو الفتره اللي جايه. لذلك في هذه الفقره بينورني محلل رياضي وصحفي زميل عايش الحدث بنفسه ومتواجد في المانيا من قبل انطلاق البطوله، بيحضر المباريات، بيشوف التدريبات، بيحضر المؤتمرات الصحفيه، راصد كل شيء من الناحيه الاعلاميه والصحفيه ومن ناحيه التحليل الرقمي والرياضي والفني في كل ملاعب المانيا. تعالوا دلوقتي نروح عبر سكايب مع الزميل الصحفي والمحلل الرياضي الاستاذ نزيه قرشاوي المحلل التونسي المتواجد الان في المانيا. سي نزيه يا عايش اخويا، اهلا بيك. مرحبا سي محمد، مرحبا، اهلا وسهلا بيك، وتحيه لكل المشاهدين في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله اكيد تكون انجازات النادي الاهلي دائمه ومستمره اخويا على مستوى القاري وعلى مستوى المونديال العالمي ان شاء الله. الله يخليك، ودعواتك بقى للاهلي ان شاء الله في فيفا انتر كونتيننتال وايضا في مونديال الانديه في امريكا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، الاهلي والترجي والوداد والعين والهلال يعني يشرفوا احسن تشريف للكره العربيه كابتن. طيب هبدا معاك باول سؤال موجود في المانيا، رايك ايه في التنظيم؟ هل في مشاكل تنظيميه؟ البطوله فنيا مع الامور التنظيميه، شايف الاجواء هناك ازاي؟ والاعلام كمان بيتكلم ازاي على البطوله؟ والله صحيح، يعني هناك بعض الملاحظات، يعني خاصة من حضر بطولات كبرى عالمية خاصة في الفترة الأخيرة، ونعرف أنه قطر نجحت أحسن يعني نجاح وقدمت صورة جيدة للكرة العربية وللتنظيم العربي للبطولات الكبرى، فأعتقد أنه هناك فعلا بعض المشاكل. يعني الانطباع اللي كنا أخذناه تقريبا يعني كابتن محمد أنه ألمانيا وكأنها لم تستثمر يعني أو لم تبذل جهود اضافيه في لانجاح هذه المسابقه وانجاح هذا اليورو، كانها اكتفت بالموجود على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى الملاعب خاصه يعني سواء التدريبات او الملاعب المباريات الرسميه، وحتى يعني اهتمام الشعب مش موجود كثير يعني في الشوارع، ما شفناش اللافتات الكبيره، ما شفناش اعلام البلدان المشاركه في كل شارع او في كل يعني ربما في كل سنتر كبير، يعني لذلك الانطباع العام تقريبا لدى الناس او لدى الاعلام هنا الزوار خاصه يعني الاعلام الاجنبي اللي حضر في المانيا كانه المانيا لم تبذل كما قلت جهود كبيره من اجل تنظيم او اجل نجاح هذا اليورو، اعتمدت على مكتسباتها السابقه، اعتمدت على ملعبها اللي نظمت من خلالهم وفيهم كاس العالم 2006، طبعا البوندسليغا وفات قبل ايام قليله، ثم مباشره في نفس هذه الملاعب ما فيش ملاعب اضافيه، ما فيش استثمارات جديده، ما فيش يعني تقديم جديد ربما للجماهير او حتى من خلال حفل الافتتاح تقريبا بدا ذلك الانطباع يتولد لدى الناس لدى المتابعين بان المانيا تريد البساطه، تريد النجاح باقل مجهود ممكن كابتن محمد. اكيد. طيب لو اروح معك للامور الفنيه، حضرت معظم المباريات ولا كل يعني اكيد صعب كل المباريات، ولكن حضرت المعظم اكيد في عده المدن في المانيا. صح، صعب جدا يعني المسافات بعيده جدا بين شمال المانيا وجنوب المانيا، يعني تقريبا 1000 و1500 كيلومتر يعني حتى تصل من مدينه الى اخرى،
لذلك صعب خاصة مدينة برلين في الشمال بالنسبة لألمانيا فصعب جدا، ولكن المدن القريبة لفرنسا تقريبا مثل شتوتغارت ومثل لايبزيغ، يعني هذه المدن اللي كنا أحضرنا فيها تقريبا مباريات اللي كانت لعبت هناك، خاصة مباريات كبيرة كنا حضرناها، البرتغال، تشيكيا، أيضا فرنسا، هولندا، في مدينة لايبزيغ، إيطاليا، كرواتيا. هذه المباريات يعني كانت حظيت بنسبة متابعة كبيرة جدا، يعني الجمهور الكرواتي خاصة وأن تشاهدوا في الصورة صنع الحدث، يعني في ألمانيا جمهور كرواتي، جمهور هولندي، والجمهور الفرنسي تقريبا، وباع طبعا جماهير حضرت من كل صوب وحدب خاصه لمسانده المنتخب البرتغالي، لانه لكل العالم يعرف شعبيه كريستيانو رونالدو، ولكن من يحضر هنا في اوروبا ومن يتابع المباريات في اوروبا تقريبا شيء اعجازي، جماهيريه كريستيانو رونالدو يعني تتجاوز المنتخب البرتغالي وتتجاوز، يعني تقريبا تلقاه مشجع فرنسي ومشجع هولندي وتشيكي وكل بلدان العالم ياتي فقط من اجل تشجيع البرتغال. تساله لماذا؟ يقول لك انا هنا من اجل كريستيانو رونالدو، حتى من الصين، حتى من خارج اوروبا، يعني شعبيه رهيبه جدا لكريستيانو رونالدو في كامل البلدان الاوروبيه. كابتن محمد، اكيد من اكثر جماهير متواجده بغض النظر عن منتخب المانيا متواجده في الشارع الالماني؟ هو كما قلت يعني الجماهير البلدان المجاوره، خاصه لما تكون في مباريات مثلا لفرنسا، لهولندا، لبلجيكا، للبرتغال، يعني تتواجد هذه بكثره، ولكن تقريبا ما يعني ما شد انتباهي انا شخصيا جماهير الكرواتيه، يعني ولو انه كان في بعض المشاهد اللي ما حبيناش نعرضها، يعني الجماهير الكرواتيه صعبه، يعني التعامل معها صعب وصعب جدا. حتى الامن الالماني وجد صعوبه كبيره في التعامل مع هذه الجماهير، يعني تعرف احداث شغب تاتي في بعض او تكون في بعض الاحيان حاضره، الامن الالماني يتدخل، على عكس ربما جماهير اخرى كانت جماهير منظمه، جماهير يعني تحترم القواعد والقوانين في المانيا، كما قلت على عكس الجماهير الكرواتيه، رغم انه الجماهير الكرواتيه واضح انه محبه لبلادها، تنتمي كثيرا للعلم الكرواتي وتساند المنتخب الكرواتي بقوه، نعرف انه بلد صغير يعني تنتظر هذه المناسبات الكبرى أكيد. مثل كاس العالم ومثل اليورو، حتى تقول انا هنا كرواتيا موجوده، لكن طبعا دائما كره القدم تجمع الشعوب، في الحقيقه شهدنا احترام كبير للصحافه ولكل شيء يعني موجود هنا في المانيا. كابتن محمد، اكيد. طيب نزيه، لو اسالك على مين المنتخب اللي لفت نظرك في البطوله وما كنتش تتوقع تألقه في اليورو بهذا الشكل؟ والله في الحقيقه طبعا منتخب جورجيا يعتبر هو المفاجاه الكبرى لهذه البطوله بقياده المدرب ويلي سانيول، مدرب فرنسي ومساعد كما تعلم كابتن محمد، المساعد هو تونسي، عادل الشادلي نجم من نجوم منتخب تونس سنه 2004 يتواجد في منتخب جورجيا، فالمنتخب الجورجي حتى كنت حدثنا مع عادل الشادلي قبل بعد نهايه المباراه الاولى، يعني لم يكن ينتظر بتاتا منتخب جورجيا انه يصل الى الدور الثاني، يعني الكل جماهير جاءت من اجل الاستمتاع، حتى لما تتحدث مع جماهير جورجية تقول نحن هنا من أجل الاستمتاع، من أجل التعرف، من أجل التواجد مع الكبار، الاحتكاك معهم، التعلم منهم، ولكن أن يجد منتخب جورجيا نفسه في الدورة الثانية فهي مفاجأة كبيرة، هذا بالنسبة للمنتخبات الصغيرة، ولكن على مستوى الكبار طبعا غير منتظرة، لا أقول غير منتظرة، ولكن بهذه القوة وبهذا الانسجام منتخب إسبانيا لم يكن يتوقع الجميع أن يجد يعني هذه القوة. منتخب إسبانيا مع ديلافونتي 3 انتصارات دون قبول أي هدف، تألق النجوم خاصة لامين يامال، تألق موراتا، أسماء كبيرة تلمع مع منتخب إسبانيا في هذه الدورة، وبالتالي إلى حد الآن تقريبا من الكبار بدرجة أولى منتخب إسبانيا، ثم في مرحلة ثانية يأتي منتخب ألمانيا، لأنه ألمانيا أيضا عانت صعوبات كبيرة قبل بداية البطولة، تغيير كثير من المدربين، يعني اعتزال بعض النجوم، ثم عودة توني كروس تقريبا أعطت توازن كبير، أعطت نضج لمنتخب ألمانيا، أيضا بقيادة جمال موسيالا، يعني يقدم في مستويات كبيرة، الألمان يعولون كثيرا على جمال موسيالا وتألق جمال موسيالا، لذلك تقريبا إسبانيا بدرجة أولى هي الأفضل، ثم تأتي في مرحلة ثانية ألمانيا، منتخبات تخيبة الأمال خاصة في الدور الأول، نذكر بالذات منها المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشان، تعرف مشاكل كبيرة بدأت مع الأمور السياسية والخلط السياسي بالرياضي، ثم إصابة كيليان مبابي، ثم على مستوى المباراة الأولى فاز فوز ضئيل، تعادل في الثانية وثم نفس الشيء في الثالثة، فالأمور صعبة بالنسبة لمنتخب فرنسا إلى حد الآن في هذه البطولة. كابتن محمد، طيب كابتن نزيه برضه هسألك على حاجة غريبة بالنسبة لي، إيطاليا
في مباراتها مع كرواتيا لولا الهدف التعادل اللي احرز في اللحظات الاخيره كانت ممكن يكون عندها مشكله في التاهل لدور ال 16. تبص على مجموعه فرنسا ومعاها النمسا تلاقي فرنسا يعني الاسم الكبير على مستوى اوروبا والعالم في الترتيب الثاني بعد النمسا، رغم ان فرنسا كسبت النمسا. يعني برضو بتتكلم على البرتغال وتركيا 6 نقاط، بلجيكا بقوه بلجيكا بتاتي بعد رومانيا، يبدو ان رومانيا راجعه من جديد للساحه في اوروبا. البطوله فيها مفاجآت لغايه دلوقتي. هو فيها مفاجآت ظهرت خاصة في الجولة الثالثة كابتن محمد، يعني في الجولة الأولى والثانية كانت الأمور طبيعية نوعا ما، ولكن في الجولة الثالثة لما الأمور اقتربت من الحسم ولما الكل يسعى وراء ورقة التأهل ظهرت المفاجآت بخسارة منتخب البرتغال، بتعثر فرنسا متواصل، بتعثر منتخب هولندا، يعني حتى ألمانيا كانت ممكن أن تخسر من سويسرا لولا التعادل في آخر لحظة، فالمفاجآت ظهرت في الجولة الأخيرة. وفي الحقيقة أعتقد مع تقدم السنوات ومع القادم الاستحقاقات أعتقد بأنه التقارب في المستوى سيكون بارز أكثر مع احتراف يعني العديد من اللاعبين من أوروبا الشرقية مثل جورجيا وسربيا وسلوفينيا في دوريات كبيرة يعني، وبالتالي التقارب بالمستوى سيظهر ربما في سنوات قادمة بالنسبة لجميع المنتخبات. بالعودة إلى إيطاليا كابتن محمد وتذكرت إيطاليا بالذات، أنا كنت تحدثت خاصة في المؤتمر الصحفي ووجهت سؤال للمدرب سباليتي خاصة على الجيل الحالي لمنتخب إيطاليا، تقريبا كان شبه اعتراف من المدرب سباليتي بأنه الجيل الحالي لمنتخب إيطاليا يفتقد إلى المواهب بكل صراحة، رغم أنه تعرف أنه إيطاليا بطل آخر نسخة، ولكن الأمور اختلفت كثيرا هذه المرة. تعرف أنه إيطاليا مرت بالكثير من المشاكل بالعقبات، لم تصل إلى كأس العالم، ندرة وشح في المواهب على مستوى الدوري الإيطالي، حتى الإنتر الذي يتألق بلاعبين محترفين أجانب يعني من مختلف دوري من مختلف البلدان الأوروبية وبلدان أخرى، لكن فعلا سباليتي اعترف نوعا ما بأن إيطاليا تفتقد إلى المواهب على عكس السنوات الماضية، ولكن قال أنه يثق كثيرا في هذه المجموعة حتى تصل أدوار متقدمة على الأقل ربع نهائي نصف نهائي لملف هذه البطولة. وبالفعل يعني حتى في مباراة الأخيرة وجدت صعوبات كبيرة للتعديل، كرواتيا كانت أفضل وكانت أقرب حتى للمرور إلى الدور الثاني المنتخب الكرواتي مع لوكا مودريتش كابتن محمد. طيب بعد ساعة وربع هتنطلق مباريات النوك اوت دور ال 16، واكيد هتبقى في مواجهات ناريه، ايطاليا سويسرا، المانيا الدنمارك، لسه انجلترا مع سلوفاكيا، اسبانيا مع جورجيا، فرنسا بلجيكا يوم الاثنين، البرتغال سلوفينيا يوم الثلاثاء الختام، هولندا رومانيا، النمسا تركيا. هل تتوقع استمرار المفاجآت؟ هل تتوقع مباريات مثيره في دور ال 16؟ وهل ممكن نشوف مواجهات وصدامات في دور الثمانيه في الكوارتر فاينل؟ أكيد هي صدامات قادمة لا محالة يعني كابتن في الربع النهائي أو في النصف النهائي، ولكن بالنسبة للمفاجآت أنا أعتقد أنه منتخب يعني إذا كانت تقدر نسموها مفاجأة، أعتقد أنه منتخب سويسرا قادر الليلة أن يعبر على حساب منتخب إيطاليا، لأنه منتخب سويسرا يعني منتخب مع المدرب مراد يقين، مدرب يعني مدرب خبير، مدرب يعني يعيش استقرار كبير مع المنتخب السويسري في السنوات الأخيرة، فأعتقد فعلا بأنه المنتخب السويسري قادر على تجاوز المنتخب الإيطالي، يعني هذا تقريبا بالنسبة للمفاجأة المنتظرة على الأقل في نظري أنا الشخصي. وأيضا هو الكل يتحدث ربما بسلبية كبيرة على المنتخب الإنجليزي، أنا أعتقد العكس تماما، يعني هناك غضب كبير تعرف حتى في الصحافة الإنجليزية اليوم أصبحت حملة مساندة للمدرب ساوثغيت، ولكن أنا شخصيا أعتقد بأن المنتخب الإنجليزي مع هذا المدرب بالذات يعني يعتمد الواقعية على عكس المدربين السابقين لمنتخب إنجلترا، واقعية كبيرة لإنجلترا رغم وجه الساحب اللي ظهر به المنتخب الانجليزي في الدور الاول، لانه اعتقد بانه انجلترا ستتحسن شيئا فشيئا مع تقدم الادوار وتقدم المباريات، طبعا هذا راي شخصي طبعا مبني خاصه على وقائع الدورات السابقه، تعرف كابتن محمد انجلترا وصلت الى نصف النهائي في 2018، قدمت يعني نهائي في اليورو الاخير ضد ايطاليا وخسرت بصعوبه بالغه، ثم ايضا في الدوره الماضيه في كاس العالم في قطر ايضا خرجت امام فرنسا بسيناريو دراماتيكي، لذلك اعتقد بانه انجلترا مع الدوره الثانيه ستظهر ربما الوجه الحقيقي لهذه الكتيبه القويه. سؤال اخير ورد سريع، تتوقع من المنتخب اللي يفوز باليورو في المانيا؟
والله الكل في ألمانيا يثق بأنه اللقب لن يخرج من ألمانيا الحقيقة، يعني جماهير ألمانية واثقة جدا بأنه المنتخب الألماني سيتوج، وأنا شخصيا فعلا يعني أرجح أن البلد المنظم هو سيكون البطل، إلا إذا كان كما قلت عادت إنجلترا في السباق وتقدمت شيئا فشيئا. لذلك شخصيا أرشح منتخب ألمانيا بدرجة أولى ثم بدرجة ثانية المنتخب الإنجليزي يا كابتن محمد. بإذن الله. أنا بشكرك جدا، وجبة كروية دسمة، تحليل وأخبار ورصد رائع جدا، عايش في قلب الحدث في ألمانيا، ونتمنى لك تغطية موفقة بإذن الله في بطولة اليورو أستاذ نزيه. بارك الله فيك كابتن محمد. شكرا جزيلا كابتن نزيه قرشاوي، يمكن كلام مهم جدا على بطولة اليورو، وكانت إطلالة مهمة جدا، لازم من خلال شاشة قناة الأهلي وعبر برنامج الترند نتكلم بالتأكيد على هذا الشأن. عموما لسه عندنا تفاصيل أكتر، ولسه عندنا موضوعات مهمة جدا، ولكن أكيد لازم دلوقتي نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم والجزء الأخير من برنامج الترند، واللي هنروح فيه بسرعة على الترند العالمي، لأن النهاردة عندنا حاجة مهمة جدا لبنتنا ميار شريف. النهاردة الترند العالمي من حساب بطولة ويمبلدون للتنس، ونشر صورة لميار شريف وأنس جابر اللاعبة التونسية، وحساب ويمبلدون كتب مرحبا بكما في ويمبلدون، أنس جابر ميار شريف، كل التوفيق لميار، إن شاء الله تقدر تأدي بطولة. وتتكلم على الويمبلدون، ده أعظم بطولات التنس على مستوى العالم. نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، إيه الرسالة اللي هتوجهها للعيبة والجهاز الفني بعد ما تم تحديد التصور النهائي لشكل الموسم وإنهاء المسابقة في 18 أغسطس؟ نورة بتقول مساء الخير، كونوا قد المسؤولية، إحنا عارفين إنها فترة صعبة ومجهدة جدا، شد حيلكم وإحنا معاكم وبندعمكم. أحمد بيقول ربنا يكون في عونكم بجد، هي دي تحديات البطل وملك القارة، ده أنا بيجيلي شد عضلي وأنا بتفرج، ما بالكم بقى بجد حاسين بيكم ومدى الإجهاد اللي انتوا فيه، بس رسالة إلا الدوري ده بالذات إياكم، وإن شاء الله تسعدونا بالتتويج. ما أنت لسه بتقول شد عضلي من نتيجة الإجهاد، بس أكيد الجمهور عايز البطولة. سامح بيقول القادم صعب ومشوار البطولة يحتاج التركيز وبذل الجهد من أجل الحفاظ على اللقب، عهدناكم رجال وأبطال عند الشدائد والمواقف الصعبة، أطيب الأمنيات بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني لتخطي المرحلة بنجاح وحصد البطولة الـ 44 إن شاء الله. طيب آخر تعليق معايا، أحمد محسن بيقول إلى لاعبي الأهلي الأعزاء، نعلم إنكم في ضغط شديد، ولكن استحملوا وقاتلوا بروح الأهلي، فاضل على الدوري تك. يا مسهل يا أستاذ أحمد. عموما دي كانت أبرز التعليقات. فرق معايا حاجة مهمة جدا شفتها في التعليقات، ألا وهي إيه؟ إن الناس عارفة إن في فترة صعبة، تحديات كتيرة جدا بتواجه النادي الأهلي، ضغط مباريات وإجهاد كبير جدا ممكن يواجه الأهلي في الأيام اللي جاية، لكن بالتأكيد الرسالة دي هتوصل للعيبة وهتوصل للجهاز الفني. كولر اتكلم على المشاكل دي، لكن بإذن الله لعبنا 20 مباراة، باقي 15 مباراة، طبعا عدد كبير جدا في فترة زمنية أقل من شهر ونص، لكن كلنا واثقين إن رجالة الأهلي قد هذا التحدي ومع الفريق لغاية آخر صفارة في آخر أسبوع في الدوري العام، وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذا المشوار. في الختام، حلقة كان فيها تفاصيل كتيرة، كواليس مهمة، عدة أخبار ومعلومات، وإطلالة كانت مهمة النهاردة على بطولة اليورو في ألمانيا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.